تقييمات الوزارة لسومين دو كاتيان بريمير مات. هنبدأ بكستيون أن إكريفي لا فورمول ستوندار أو لا فورم ستوندار. المقصود بالفورم ستوندار هو إن أنا بكتب الرقم بشيف عادي جدا، فاللي هو زي ما كنا زمان بنحب واحنا صغيرين اللي هو إكريفي أون شيف. هشيل كل الزيرو ألور سانك زيرو ويت كاتر و يعني شلت زيرو من الفونت و 404 كل واحد في المكان ده. طبعا لو في رقم هو مش حاطه فبحط بداله زيرو. نمرو دو كالي لو بلو جران نومبر. هنا عايز يقول لي مين الأكبر. هاجي الأول أبص هلاقي هنا تريز وهنا فينتوا لار فينتوا بلو جران. كالي لو بلو بيتي نومبر. طبعا هنلاحظ إن في واحد فورم ستاندار وواحد لأ، يعني نمبر كده ونمبر كده، فهخليهم هما الاثنين نفس الفرق. الار 432 مليون 175 640. وبعدين اقدر هنا اعمل الكومباريزون. هنا عندي ال 342 هو البلو بيتي. Qu'est-ce qui est le plus grand, la valeur du nombre 5 en dizaines de millions ou la valeur du nombre 2 en centaines de millions? يعني ايه؟ يعني أول حاجة أنا هفك الكلام اللي هو كاتبه la valeur du nombre 5 en dizaines de millions. يعني إيه؟ يعني هقول 5 0 3 0 3 0. الناحية التانية بيقول لي valeur du nombre 2 en centaines de millions، يعني هقول 200 وبعدين 3 0 وبعدين 3 0 كده. مين le grand؟ أكيد الـ 200 لو جران كو 50. نمرو 5 كريفي إن فورم ستاندار بلو بتيت كو، يعني نمبر أصغر من اللي هو كاتبه بس في فورم ستاندار. يبقى هقول 400 كريستيون أبي إكريفي سو فورم فيربال. في فورم فيربال يعني هقول 60 ميل 150 60 ميل 150. ده الفورم فيربال، يعني اكتبه زي ما كنا زمان بنقول في اون لتر. كيستيون 7 كومبار اونتر. كومبار اونتر يعني قارن ما بين، يعني مين اكبر او مين اصغر. زي ما بنقول بلو جران او بلو بيتي او ايجال، فهنا طبعا باين انه السون بلو جران كو 89. كومبار اونتر 315 مليون اي 2 مليار 315 مليون و 2 مليار، أكيد 2 مليار للكرون. Quel est le plus petit nombre 1 مليون 158 640 و ال plus petit هو 1 مليون، لأن أنا عندي 5 مليون فأكيد ال plus petit هو 1 مليون. Compare entre 3092 و 3 fois 10 plus 2 fois 100 إلى آخره. هنقول 3092 وإسي 3 يعني 3209. يبقى أكيد هو لو جران كالي لو بلو جران نمبر. أنا عندي 14 هما 5 شيفر 143 6 شيفر 845 6 شيفر. لو بلو جران نمبر سي 845 لأن هو أكبر واحد. رانج دون لوردر كرواسون. رانج دون لوردر كرواسون يعني بعمل من الصغير للكبير، من الكبير
دي بلو بيتي وبلو جران، يبقى أول حاجة هبدأ بيها فان. يا أوكي بنت أم أوكي بنت وا الألفان فاصل تريز اكري سو فورم ستاندار بوي رونج لي دون لوردر كروسون. يبقى انا هنا مطلوب مني حاجتين، الاول هكتب الفورم ستاندار للتروا نومبر وبعد كده اعمل الاوردر كروسون بتاعتي. اول حاجه 36127 دوزيام نومبر 60 و 70 والأخير مكتوب هو اوريدي في الفورم ستاندار. ابتدي اعمل الكومباريزون ما بين الاوردر بتاعهم، اقول دون اوردر كرواسون كاتورز رونج دون لوردر دي كرواسون، دي كرواسون العكس دي بلو جران او بلو بوتي. لوردر كومونس بار لو بلو جران le nombre dans le tableau de la valeur de position puis pour comparer. يعني هكتبهم في التابلو عشان اعمل comparison ما بينهم، يعني مين ال plus grand ومين ال plus petit. الاول هنكتبهم مع بعض. طبعا احنا عندنا هنا تابلو دو مليار ومليون وميل وانيتي سامبل، وكل واحد فيه انيتي ديزان سنتين. فهنعمل او هنكتب مع بعض اول نمبر deuxième nombre نلاحظ ان مفيش سنتين لمليون، هنلاحظ ان مفيش سنتين لمليون ولا انتي لمليار، يعني مش موجود. طيب هنبتدي نعمل الكومباريزون مين البلو جران. هنقول انه بلو جران في بكده اكون خلصت معاكم تقييم الاسبوع الثاني. ميرسي، يا اكبر.